كل الاحوال المسانده والدعم الكامل لمنتخب مصر الاول والكابتن حسام بدري. ليه بقى؟ انت وصلت كاس العالم 2018 بعد غياب ايه 90 سنه، كان تقريبا 30 سنه ما توصلش كاس العالم. فاحنا مش عايزين نكتفي ان احنا نشارك مره واحده ونغيب كتير، نشارك مره واحده ونغيب كتير. تخيل عزيزي المشاهد ان مصر اللي هي اكتر دوله حاصله على بطوله الامم الافريقيه واكتر دوله عندها انديه مميزه وكواليتي لاعبين مميزين في افريقيا ما وصلتش كاس العالم غير مرتين. انت رصيدك في كاس العالم كام ماتش؟ 6 ماتشات. في مره اللي هي كانت في عام 38 انا ما اعتقد، ولا مش فاكر عام كام، زمان قوي يعني. احنا يعني بنتكلم على العصر الحديث، فين الماتشات اللي انت فاكرها؟ مفيش ماتشات للمنتخب. فعيب قوي لو احنا كمان ما وصلناش السنه دي، طالما في جهاز فني محترم بقياده الكابتن حسام بدري، في لعيبه مميزه جدا سواء بقى محترفين محليين، كل اللي موجودين ناس تقيله قوي، منتخب تقيل، عندنا منتخب تقيل. حتى المكان او المركز اللي كنا بنشتكي منه على مدار الفتره اللي فاتت بقى كويس، او اللي هو خط الهجوم بقى. عندك دلوقتي مين؟ عندك مصطفى محمد، وعندك محمد شريف، وعندك احمد ياسر ريان، وكل واحد ليه اسلوب لعب وفي تنوع على حسب المباراه اللي هتلعبها وعلى حسب تكتيكك واسلوبك. فيوم 28 بدايه المعسكر هيبقى بالمحليين في البدايه، وبعد كده هنضم المحترفين يوم 30، ونستعد لمباراه انجولا الاولى في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله كاس العالم. كل التوفيق يا رب يا رب للكابتن حسام بدري والجهاز الفني واللعيبه ان هم يفرحونا وان هم يتاهلوا من غير حسبه بيرما اللي احنا متعودين عليها، نمسك كده الكالكوليتر ونقعد نحسب. عايزين من غير الحسبه دي لا نحسم امورنا وفي ايدينا، لان احنا عندنا قوام مميز جدا من اللاعبين في المنتخب، وكمان على الصعيد الجهاز الفني في افراد مميزه جدا.